نحن لما خرجنا عند مرور صنع الحراك خرجنا نقول أننا نجدد العهد لإسقاط الطغمة الفاسدة المتسلطة على رقاب الجزائريين. لم نخرج لنحتفل لأننا لن نحتفل بما أننا لم نستقل بعد سنة من بدايته، هو أننا حقيقة لم نصل إلى الهدف المرجو الذي هو استقلال الوطن عامة، لكننا اكتسبنا شريحة من المجتمع، شريحة معارضة، نخبة ذكية، نخبة ترضى بالحق وتعب الظلم أينما حل ومهما كان شخصه. ما زال يستعمل نفس الأساليب التقليدية دياله، والمجتمع الجزائري تطور عليه والمجتمع الجزائري اليوم هو يقول صاي سي بون، خلاص فقنا لكم وكرهنا منكم، وأمانة تاع الشهيد ما هيش لعبة، والجزائر ما هيش لعبة، والأجيال القادمة ما هيش لعبة.